السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم الإسلام. فيديو اليوم راح يكون روتيني يوم العيد، يعني كل عيد وكل عام نفوت نفس الروتين، نفس الأعمال، نفس الأمور. هنايا كما راكم تشوفوا بديت بالفطور دائما يوم العيد، سواء عيد صغير يعني عيد الفطر ولا عيد الأضحى. نوضو بكري، يروح زوجي يصلي صلاة العيد وانا نبقى نوجد الغداء. يعني اول حاجه نسبق فيها هي المائده تاع العيد، ما نحيهاش، يعني مدايره عاده ما نحيهاش نهائيا، نبدا بها. ما يجيني حتى واحد مين نحطها، نحب نحط سينيه العيد، نحط الحلوى، نحط الحليب، القهوه، ونطيب يعني ونحط لشتا تاني وحدي. نحب نشوف هذيك المائده تاع العيد. كيما كنت بكري في دارنا نشوف ماما توجد الطابله وكانت توجدها ليله العيد، حتى انا نحب نحضرها بصح نحضرها الصباح. من بعد نروح نوجد الغداء. هنا كيما شفتوا ندير في الكيسات، انا الحلوى تاعي كي نحتفظ بها في العلب، ما نديرلهاش الكيسات باش ما يمتصوليش هذوك اللي دام تاع الحلوى. والحلوى كي تخليها في الكيسات راح يولي البنه تاعها تروح، تولي فيها واحد البنه هكا ايسونسيال. هنا عسلت الحلوى اللي تتعسل كيما القريوش. القريوش صراحه ما طيبتوش، كانت اختي دارته عندي وهو قادو حبيبات. وهذه هي المائده تاع العيد ولا الحلوى اللي كنت حضرتها معكم وشاركتها معكم جميع الوصفات نورمالمون، سواء الحلوى المقروض البقلاوه كامل. راح نخلي لكم الروابط تاعهم في صندوق الوصف. اللي تحب الوصفات وتحب تحضر الحلوى في سير الايام ماشي غير في العيد. ومن هنا نعيد عليكم واحدة واحدة وكل واحدة باسمها، نقول لكم عيد مبارك وتعيدوا بالصحة والهناء إن شاء الله سنين دائمة. صحيروا طار البنات بصح، المهم عيدت عليكم. وإن شاء الله كل محرومة يا رب العالمين يرزقها ربي بالذرية الصالحة ويفرح قلبها ويعمر حجرها. كل وحدة راهي في بيت أهلها إن شاء الله ربي يرزقها برنوس ستر، إن شاء الله بسجادة طاهرة. وكل محتاج ربي يرزقه ان شاء الله من نعيمه. وكل واحد راهو في الغربه، المره الجايه ان شاء الله تعيدوا بالناسكم وحبابكم، خاصه تاع الغربه. احنا رانا شويه تاع الغربه اللي شويه يسوفري وعيدهم يجيهم ديما ناقص. وجميع المقبلين على شهاده التعليم المتوسط ولا البكالوريا ربي ينجحهم ان شاء الله، يفرحهم ويفرح والديهم. المهم يا ربي يفرح كل قلب وكل واحد ما راهو متمني ربي يحقق له ان شاء الله. المهم البنات راني نبان شي خزاويه قاعده ندعي ونعاود. المهم انا دعيت لكم وانتم تدعيوا لي. من بعد رحت نحضر الغداء. الغداء اللي شافوا اخر روتين تاع العيد على بالهم واش راح ندير الغداء. بديت ننصب لاصوص، قلت لكم انايا صبحت العيد كون ما نتغداش بالشخشوخه ما نحسش روحي عيت، لازم شخشوختي تحضر في الطابله تاع الغداء ولا في الغداء تاع العيد. راح نصب شخشوخه عادي، لاصوص اللي متعودين ديروها، وكل واحد كيفاش ينصب الشخشوخه تاعو، يعني كل ام كيفاه متعوده تنصب. انايا درت طماطم، درت بصله ثوم ولي زيبيس، درت ملح فلفل كحل وراس الحانوت، والطماطم تاع البط يعني طماطم مصبره، سمن درت سمن ما درتش الزيت، قليت مليح هذاك الدجاج والبصله والطماطم وكلش، خليتها تقلات زمان. من بعد ضفت لها الحمص، مرقتها وخليتها طيب. كيما تعرفوا بلي الدجاج ما يديش خلاص وقت، هنايا ما درتش الخضر. حنايا الشخشوخه تاعنا نديرو فيها غير بطاطا، يعني بطاطا حمص والدجاج ولا اللحم. والشخشوخه تحب اللحم تجي بنينه، هي تجي بين الدجاج واللحم باش تجي بنينه. هنا جا بابا عيد عليا، ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يطولو في عمره ويجعله تاج على ريسالنا يا رب العالمين. ودا معاه رسلان راح يعيد معاه. هنا اول عيد واول مره رسلان يخرج في العيد وحده، يعني يخرج بلا بيا وبلا بابا اول مره. راح كيما راكم تشوفوا راهو يجري ميت بالسعاده، ما صدق اصلا كيشوف جدو حنا نوليو ما نكزيسيوش قدامه. نورمالمون ماهوش غير ولدي اللي يدير هكا، اطفالكم كامل هنا راهو يعيد عليكم، قال لكم صحه عيدكم طاطا وادي. وعاودت رجعت للشخشوخه كيما شفتوا، حطيت الكسكاس راح نفورها. على واه نفورها لاني طيبتها ديجا ليله العيد، وثانيا باش ما تشرب ليش لاصوص وتولي ترجع داك وين طيبتها، يعني ما تحسيش بلي راكي طيبتيها ليله من قبل ولا ليلتين من قبل. وحضرت معاها سلطه. انا هذه المره ما رحتش لدار شيخي،
مالفن نطيب شخشوختي ونهزها، يعني نهز غدايا، نهز لاصوص، نهز شخشوخه، نهز كلش، ونروح نتغدى مع نتغدى في دار شيخي، نتغدى معهم كامل. هذه المره كي جا بابا عيد عليا كان حكمو زوجي، قال له ارجع تتغدى، تما ما صلحت ليش ندي معايا الغدا، ومام مام يعني باش نخلي لابار ولا ما ديت لدارنا، ما ديت لدار شيخي. وكل وحده البنات تقول لي واش دارت نهار العيد، واش يديروا، واش متعودين يديروا كل عيد فطر. كما انا يا راكم تشوفوا باللي درت الشخشوخه هاي ليك، بعد ما حمرت هذاك الدجاج والبطاطا، كي تحمري الدجاج والبطاطا يزيدوا في البنه خاصه تاع الشخشوخه مع سلطه. حنايا الشخشوخه نحبوا نرفقوها مع السلطه، سواء شخشوخه بربوشه، هذا الامور ولا هذا الاكلات التقليديه نحبوا نرفقوهم مع السلطه، خاصه الحاجه اللي تكون ميدمه باش تنحي لك هذيك القهمه. وهذه هي الطاوله تاع غداء العيد، تعيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله، والحمد لله ربي يدومها نعمه يا رب العالمين. هنا راني نوجد في لابار تاع الكاطو تاع زوجتي باش ندي لها سهمها تاع الكاطو في يدي. انا دارنا ودار شيخي ما نحبش ندي لهم في الجيطه، بل ما نكذبش عليكم، كاين اللي يحبوا يوجدوا ليله من قبل ولا صبحه العيد، تحكم الجيطه وتحط سهم الناس، يعني كل واحد كيفاش تسهمه، وتحط في الليل في صحونه تاع الجوطاب تغلفهم، كل واحد تحب تروح له تدي له هذاك الصحن تاع الجوطاب. بصح انا ما نحبش تاع زعما كي ندي لها الجوطاب في يدي نقولها ها ما ترديليش، راني جبت لك الجوطاب باش ما تعطينيش. ما نحبش هكا، بصح لي من ولا نحب نبعث مع زوجي لصحاب ولا ندي لهم صح في الجوطاب. راكم تعرفوا لي جان ما يرجعوش الصحونه ولي بورتمونجي، ديما مع الاول كنت كي نبعث مع راجلي لصحاب وديما الصحونه تاعي ولا لي بورتمونجي ما يوليوش. ورحت نوجد روحي، انا دائما دائما نخلي روحي هي الاخرى، يعني بعد ما نكمل الدار نكمل الاولاد نكمل زوجي وشخصه باش نبدا بروحي، نكمل يعني نبدا في راحتي ونكمل في راحتي، ما بقاش نخمم على هذيك وهذاك وكلش. هنا بالنسبه للميكوات تاع الشهر تاع الشهر لي شهر تاعي، كاين بزاف لي راهم يسقسيو فيا ومازالو يسقسيو فيا. نقول لكم حبيباتي راني درت لكم عليه فيديو، درتها لكم العام الماضي، اللي مازال ما شافتش الفيديو راهي تخلي لي في اسئله في التعليق، راح نخلي لك رابط الفيديو في صندوق الوصف هكا باش تتفرجيه وتعرفي الماركه، تعرفي السعر تاعو، تعرفي المزايا تاعو. هكا اللي عاجبها ومساعدها تروح تشريه، مع انه انا نتاعي راهو قديم شويه، كاين اللي خرج وراه جدد وملاه حتى هو، يعني ما عنده ما خصو. وهذه سنيه العيد ولا سنيه قهوه العيد تاع حماتي ام زوجي، كما راكم تشوفوا بقلاوه، هذا الحلوى تاع الليمون كانت حضرتهم سلفتي، الوصفات ما نكذبش عليكم ما نعرفهمش، والكروكي ولا المكسوس اللي تقريبا صينيه العيد تاع ولايه باتنا كامل تقريبا، ماشي كامل يعني انا وحده من الناس اللي ما درتهاش، نصهم يحبوا يحطوها على صينيه القهوه، والمقروض، وهذا البنيون بريستيج اللي تلقاوه في قناه ديال خسيهام. انا هذا النهار ما حسيتش خلاص بهذيك العشيه تاع العيد، كيما تعرفوا باللي عشيه العيد صغير ولا عيد الفطر ديما تجي عشيه طويله وتجي ممله، وواحد الكال ماشي تال موالفنا هذيك الوقت ولا هذيك الفتره تاع بين الظهر والمغرب، نبقاو نجري وبين كوزينه بين الفطور والاخر، عشيه العيد ديما ما يكونش، يعني ديجا رانا تغدينا وكملنا، تبقى العشيه تطوال تقعد غير تطوال. ما تخلصش هكا، فوت نهاري ودرت لكم غير مقتطفات ودرت لكم غير شويه امور برك، ما هذه المره ما صورتش، ما درت لكم شروتين في بيت اهلي، ما درت لكم شروتيني كامل في العيد. هذه هي، ان شاء الله تكونوا كامل عيدتوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يا رب العالمين دائما تعيدوه بالصحه والهنا. مع اني قلت لكم راني روتار، بصح لازم نعيد عليكم، كل ما نعيدش عليكم نحس بلي عيدي شويه ناقص. وهذه هي، نتمنى انه يكون عجبكم فيديو نهار اليوم، والى اللقاء في فيديوهات وروتينات اخرى وجديده ان شاء الله. مع السلامه، تهلاو في رواحكم وتهلاو في الغاليين عليكم، والى اللقاء.